طيب عامة لعيبة الكورة بيحبوا ان هم يلتزموا في بداية حياتهم ويكونوا بيت وأسرة، في اللي بيحب كده وفي ان هو يحب يركز الأول في يعني مشواره الأول الكروي وبعد كده يبتدي بقى يفتح بيت، انت من انهي نوع فيهم؟ لأن دايما بنلاقي ناس مثلا من لعيبة الكورة متجوزين عندهم 19 سنة، في ناس تانية ممكن يتأخروا شوية، انت انهي نوعية فيهم؟ لا انا ممكن اكون مش ما بين الاتنين، مش اكيد مش اتجوز بدري قوي ولا اكون اسره بدري قوي، واكيد مش متاخر قوي. هو كل واحد بيبقى ربنا كاتب له ميعاد معين ربنا بيرزقه بيه بحد. فبس انا الفتره دي مركز قوي في الكوره، مش مركز في اي حاجه من الكلام ده، مستني ربنا يكرمني. واكيد اول ما ربنا يكون كاتب ان انا اكون اتجوز او اي حاجه اكيد ده هيحصل يعني، بس ما اظنش ان دلوقتي خالص يعني مركز في الكوره بس. عامة لو جالك عرض بره الاهلي بفلوس كتيرة جدا وحد من اهلك بتقول ان هم قريبين منك قوي، اثر عليك وشايف انه مستقبلك يعني بره النادي الاهلي مع العرض اللي هو جاي لك ده وفضل يضغط عليك ان انت تقبل ده، هتتصرف ازاي في الموقف ده؟ اول حاجة انا عيلتي كلها اهلاوية، فحتة ان حد هيأثر عليا دي ما اظنش ان ده هتحصل، وده لو حصل ما اظنش ان برضه ده هيحصل مني، لان انا في الاول وفي الاخر انا متربي هنا، وفي الاول وفي الاخر انا عمري ما انكر جميل حد عليا ولا خير حد عليا، والنادي الاهلي خيره عليا، خيره كبير عليا وجمايله كتير عليا، وده اللي مخليني قاعد مع حضرتك دلوقتي، وده اللي مخليني ابقى ماشي وانا عندي 19 سنه الناس بتوقف تتصور معايا. فانا عمري ما انكر الجميل ده، انا باخد شهره وباخد بطولات، واكيد انا مش بنلعب ببلاش، اكيد كل الناس بتاخد فلوس، فمش كل حاجه الفلوس. انت ممكن انا عندي بالنسبه لي، انا دايما بقول بالنسبه لي ان حد صغير او راجل كبير واقفني يتصور معايا دي عندي بملايين الدنيا، فدي بالنسبه لي يعني الفلوس بتبقى اخر حاجه، انا متعود على كده بصراحه في بيتي كمان يعني في اسرتي انا متعود على كده. يمكن السنة اللي فاتت والسنة دي ظروفها مختلفة شوية، فيروس كورونا وإصابة يعني لعيبة كتير، وطبعا أكيد فيهم ناس من صحابك ومؤخرا يعني كان أوفا شوبير، الموضوع ده أثر عليك إزاي؟ فكرة إن كورونا مأثرة على النشاط الكروي عامة وكمان في ناس من صحابك اتصابوا. أكيد الكرة جت فترة وقفت بتاع 6 شهور، وكمان الجيمات الملاعب كل حاجة اتقفلت، واكيد انا بقى ما كنتش بعمل اي حاجه، انا حياتي دايما في الطبيعه ان انا اجي النادي من النادي للبيت، النادي اتقفل والجيم اتقفل، ما بقاش ليش غير الجراج بتاع بيتنا اللي كنت بتمرن فيه. فبس ربنا يعني يعافينا ويبعد عننا البلاء ده يعني والوباء ده، فده عشان انا اكتر واحد مريت بالحاجات دي، مش كورونا لا، لكن في المنتخب احنا كنا بتاع البعثة مثلا 30 حد جهاز ولعيبه اتصاب، كنا احنا 25 ولا 23 لعيبه على ما اظن، اتصاب 18 واحد ومنهم ناس كانت معايا في الاوضه، فاكيد الموضوع صعب يعني، فربنا يعدي على خير يعني ان شاء الله ان شاء الله.